خلي بالكو في حاجة مهمة جدا برضو، في خاصة بتفرقة بين الاستعارة التصريحية وبين المجاز المرسل، لأن هما الاتنين نفس الفكرة، ولكن الفرق بينهم حاجة بسيطة خالص. تعال معايا كده على السبورة عشان أبين لك إيه الفرق بينهم. لما أجي أقول ألقى الخطيب كلمة، هو الخطيب لما بيطلع يخطب بيقول كلمة واحدة ولا بيقول كلام كتير وخطبة كبيرة؟ طبعا بيقول خطبة كلام كتير. طب يعني المقصود بالكلمة ديت خطبة كلام كتير، وهي دي نفس الفكرة بتاعت الاستعارة التصريحية برضو عبر الأسود القناة. المقصود بالأسود هم الأسود فعلا اللي عبروا القناة؟ لا، مش الأسود اللي عبروا القناة، ولكن المقصود بها الجنود. يبقى إذن فكرة الاستعارة التصريحية نفس فكرة المجاز المرسل. هفرق بينهم إزاي؟ لو لقيت الكلمة المكتوبة في علاقة بينها وبين الكلمة اللي مكتوبة فوقها، الكلمة اللي مكتوبة في السؤال في علاقة بينها وبين الكلمة اللي مكتوبة بينها فوقها، دي هتبقى مجاز مرسل. لكن لو مفيش علاقة هتبقى استعارة تصريحية. طبعا الكلام ده لو طبقناه هنا، هل في علاقة بين الجنود والأسود؟ مفيش علاقة بين الجنود والأسود، لكن في علاقة بين الكلمة والخطبة. في علاقة، ان الكلمة دي حتة من الخطبة، الخطبة كبيرة والكلمة دي جزء من الايه؟ من الخطبة. فبالتالي دي هقول عليها مجاز مرسل، علاقته جزئية، ولكن دي استعارة تصريحية، والحتة دي مهمة في طلبة كتير بتتلخبط فيها.